معايا المهندس ناجي السيد حسن، مدير الارشاد الزراعي بمحافظه البحيره. ازاي حضرتك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا بحضرتك. اولا بقول لك كل سنه وانت طيب. احنا ده خلاص كده دخلنا على الموسم الصيفي، ومحافظه البحيره من المحافظات اللي فعلا فيها شغل وفيها مجهود على مدار العام، بس احنا في هذه الفتره هنركز على الموسم الصيفي. هل بدأ فعلا صرف الأسمدة بالنسبة للمحاصيل الصيفية؟ ايه المقررات اللي هيصرفها الفلاح من الجمعيات علشان نبتدي مع بعض خطوات الموسم السليمة بقى؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. حضرتك طيب. فعلا العمل في محافظة البحيرة بيجري على قدم وساق. بننتهي حاليا دلوقتي او بدأنا في حصاد المحاصيل الشتوية. الأسمدة جاهزة في كل الجمعيات التعاونية الزراعية في محافظة البحيرة، في أراضي الائتمان أو جمعيات الائتمان الزراعي، في الجمعيات الخاصة بالإصلاح الزراعي، في الجمعيات بتاعة التعاونيات الزراعية. جميع الأسمدة اللي محتاجاها الأسمدة المحاصيل الصيفية متوفرة حسب المقررات اللي مقرراها وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية. تمام. النهارده واحنا بنتعامل مع القطاع الزراعي، الارشاد عليه دور كبير جدا، والحمد لله. اذا كنا بنتكلم على ان عدد المرشد او المرشدين الزراعيين على مستوى الجمهوريه قل، لكن في نفس الوقت حصل تطور في توصيل الخدمه. النهارده بيبقى في ايام حقليه، في ندوات ارشاديه داخل مديريات الزراعه، في مشاركه قويه للحملات القوميه، في المدارس الحقليه موجوده عندكم في محافظه البحيره وانتم مميزين بيها. كلمنا عن جهودكم بالنسبة للإرشاد وتوصيل المعلومة في هذه المرحلة، بعد كمان التوصيات اللي دايما بيأكد عليها الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باختيار الأصناف اللي هي أقل استهلاكا للمياه، وأيضا المعاملات المختلفة مع المبيدات. يعني قول لي الرسالة اللي انتم بتركزوا عليها دلوقتي أو بتشتغلوا من خلالها. حضرتك احنا في محافظة البحيرة طبعا دي محافظة كبيرة جدا، تقريبا بيحدها ست محافظات، فمحافظة مترامية الأطراف. المحافظة المترامية الأطراف دي طبعا بتدينا مؤشر ان اختلاف المناخ بيختلف من منطقة لأخرى في داخل المحافظة، التربة بتختلف من منطقة لأخرى أو من مركز لآخر في المحافظة، فدي بيدينا مؤشر بتنوع المحاصيل الزراعية المنزرعة في محافظة البحيرة. هنا احنا كإرشاد زراعي بيقع على عاتقنا مجهود كبير جدا من توصيل الرسالات الإرشادية والتوصيات الفنية في التوقيت المزارع للإخوة المزارعين. بمعنى ان احنا على بداية اعتاب الموسم الصيفي بدأنا نتحرك من شهر تقريبا بعمل ندوات على مستوى المراكز وفي المراكز الإرشادية والجمعيات التعاونية الزراعية للتوعية بزراعة محصول القطن. حضرتك في 2016 كان عندنا منزرع القطن 14,000 فدان، احنا محافظة كنا بنزرع تقريبا 150,000 فدان، وصل بينا اللي احنا وصلنا ل 14,000 فدان. في 2017 هذا الرقم وصل ل 32,000 فدان. السنه دي مستهدف زراعه القطن عندنا في محافظه البحيره 39,300 فدان. فبدانا عمل ندوات ارشاديه. تمام. بالنسبه للتقاوي القطن متوفره الناس اللي هتزرع معايا يا فندم مهندس ناجي؟ هنتكلم مهندس ناجي تاني. بشكرك المهندس ناجي السيد حسن، مدير الإرشاد الزراعي بمحافظة البحيرة، وهنطلع فاصل سريع نستكمل بعده الزراعية مباشرة. هذا البرنامج برعاية